يا أيها القرآن هاك تحية من عارف لهداك إذ يتأدب جوات أيامي فرتل صوتها حمدا وتسبيحا به أتقارب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس. السلام عليك يا مولاتي يا زينب الكبرى. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأمر يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. سلام من الله عليكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم، وحياكم الله في برنامجكم الروح والريحان في تعلم قراءة القرآن. هذا اليوم السعيد إن شاء الله الجميل بما يحمل من ذكرى عطرة، وهي ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. نسأل الله أن نكون ممن يسيرون على دربه وينتهجون نهجه ويلتزمون أمره، وإن شاء الله نكون من شفعائه، يعني يكون شفيعنا يوم القيامة بعون الله عز وجل، وأن نكون إن شاء الله ممن فعلا وقولا وعملا التزم بما قال الإمام الجواد، الذي هو امتداد لنهج آبائه وأجداده المعصومين الطاهرين. اليوم ومن جوار المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، وهذه الذكرى العطرة، وصلنا إلى نهاية سورة الحاقة من الآية 35 إلى الآية 52، من الآية 35 إلى الآية 52 من صفحة 568. هذه الآيات المباركات نتلوها على مسامعكم إن شاء الله، وبعدها سوف تكون لكم الفقرة والفترة المتاحة للاتصالات وفقرة اتصالاتكم لسماع أصواتكم ومشاركاتكم بتلاوة النص لهذا اليوم. نبدأ على بركة الله بالتلاوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين
لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين أينما كنتم في برنامجكم الروح والريحان في تعلم قراءة القرآن. تلونا على مسامعكم قبل لحظات قليلة هذه الآيات المباركات من سورة الحاقة، أواخر السورة من الآية 35 إلى الآية 52 نهاية السورة، الصفحة 568. هذه الآيات المباركات فيها الكثير من الأحكام حتى نستطيع، يعني هذه الأحكام لابد أن نقرأها بشكل صحيح، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى القراءة الصحيحة بعون الله تعالى. الآية الأولى: فليس له اليوم هاهنا حميم. هي طبعا امتداد، احنا مثل ما تعرفون وقت البرنامج يعني لكل حلقة وقتها محدود بساعة تلفزيونية، فهذا الوقت المحدود لابد أن يعني نسير ونكيف نفسنا أو نكيف برنامجنا وفق هذا الوقت المتاح لهذه الساعة. فمن يقدر ناخذ مثلا صفحة كاملة؟ فبالتالي البعض ممكن أنه يسمع المعنى متعلق بما بعده، يعني وصلنا إلى النص السابق في الحلقة السابقة: ولا يحض على طعام المسكين، وتوقفنا الآية التي بعدها: فليس له اليوم هاهنا حميم. يعني متعلق أنه استكمالا لوصف حال أصحاب الشمال الذين يأخذون كتابهم بشمالهم، ودليل على شنو؟ على رجحان السيئات والخسران، وبالتالي يكون مصيره إلى جهنم. فهذا المتعلق أو يعني الآية متعلقة بالآيات السابقة، فهذا يعني لضرورة الالتزام بالوقت والابتداء كتلاوة يعني محفلية وهكذا، لا يعني ما يكون محبب أو محبذ الابتداء من هنا، لأنه يعني وأما من أوتي كتابه بشمالي، هاي متعلقة بها لأنه تسرد أحوالهم وتصف حالهم في جهنم وهكذا إلى أن يصل فليس له اليوم هاهنا حميم. عموما القراءة الصحيحة: فليس له اليوم هاهنا. البعض متعود لسانه أنه فليس له اليوم هاهنا، اليوم اقراها اليوم، هذا غير صحيح. اليوم لأن الميم
في كلمة اليوم مفتوحة وليست مضمومة، فليس له اليوم هاهنا، اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين، ممكن يصير اشتباه من غسلين هكذا، ممكن يعني تقرأ هكذا اشتباها، الغين مكسورة وليست مفتوحة، فنقول ولا طعام إلا من غسلين. أعاذنا الله وإياكم من هكذا طعام، لأنه سوف يكون لأصحاب جهنم. وغسلين يعني صديد أهل النار، وما أدراك ما هذا الوصف، يعني حقيقة وصف مرعب يعني لمن يتأمل. وإن شاء الله نكون من الذين يفوزون برضوان الله وفضله وكرمه وجوده وبشفاعة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممكن البعض ما وضحت له الصديد أنه الذي يسيل، يعني البعض يعني يحرق بهذا، وتسيل بعض السوائل من جسم المعذب أو المحترق، هذا المادة السائلة هي الطعام بهذا الوصف. يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن هذا بما قدمت يداه حقيقة. يعني لكل إنسان يستطيع أن يكون في هذا الموقع، في موقع الأكل للغسلين، ويستطيع أن لا يكون، يحتاج صحيح توفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى والدعاء، ولكن الدعاء بلا عمل كالرمي بلا وتر. يعني مثلا القوس الذي تريد أن ترمي السهم، أكيد هنالك وتر لسحب يعني السهم إلى الوراء بمقدار معين، وبعدها ينطلق ويحقق الهدف. فبالتالي الدعاء بلا عمل مثل هذا السهم، أنه تريد ترمي السهم ولكن ماكو وتر، فما يتقدم السهم إلى أي خطوة. يعني هكذا هو كثيرا ما في القرآن الكريم يقال إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، القضية ليست فقط لفظية أو قلبية، هذا أمر أولي وخطوة أولى، ولكن الخطوة التي تكون مكملة وتنقلك من حال سيء إلى حال حسن هو العمل الصالح، أنه أنت تؤمن لفظا ولسانا وقلبا، وبعدها تعمل بجوارحك وتصل إلى درجة إن شاء الله المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فعرفنا أنه كلمة الغسلين هو صديد أهل النار، أي غسالتهم التي تسيل من أجسامهم. بهذه العبارة لا يأكله إلا الخاطئون، واضح العبارة، لا يأكله إلا الخاطئون. نرجع للآية، إلا من غسلين، الغين مكسورة، الغين مكسورة، لا يأكله، يأكلوه، ممكن يكون اشتباه، لا يأكله يأكول، يفتحون اللام، تفتح أو يفتح حرف اللام في اللفظ، هذا لفظ غير صحيح، وإنما اللام مضمومة هنا، لا يأكل يأكله إلا الخاطئون. أحبتي إن شاء الله نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصلكم، وإلى بعد الفاصل ننتظركم بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم.
أفلا يتدبرون القرآن؟ تأمل هذه الصورة، الخطوط الحمراء هي مناطق الصدوع على الكرة الأرضية. هذه التشققات تشكل صدعا واحدا متصلا يقسم الكرة الأرضية إلى أكثر من 12 لوحا أرضيا. هل تعلم أن هذا الصدع العملاق لم يكشف إلا في القرن العشرين؟ ولكن القرآن الكريم كشف هذا الصدع الأرضي الهائل قبل 14 قرنا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض ذات الصدع. سبحان الله. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين أينما كنتم، وبرنامجكم الروح والريحان في تعلم قراءة القرآن، ونأتيكم من على شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية من جوار المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، ومن هذه البقعة المباركة لهذا الجوار المبارك. نسأل الله أن نكون مرضيين عند الله وعند الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس، وأن نكون نافعين لكم، وقد استفدتم منا سابقا وسوف تستفيدون منا لاحقا بعون الله تعالى. أحبتي، الأرقام ظهرت أسفل الشاشة لكي يتسنى لكم المشاركة والاتصال لتلاوة الآيات المباركات من هذه السورة المباركة من سورة الحاقة، صفحة 568 من الآية 35 إلى الآية 52. كان لنا كلام في الآيات الثلاثة الأولى من هذا من نص هذا اليوم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نأخذ اتصال من الأخ مسلم من كربلاء. سلام عليكم يا مسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تفضل يا مسلم. إن شاء الله. إيه تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. عيدها يا مسلم. ولا طعام. ولا طعام إلا من غسلين. نعم. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا مسلم، موفق إن شاء الله لكل خير. نأخذ اتصال آخر من الأخت مريم من الديوانية. سلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. موفقين أخوة مريم لكل خير إن شاء الله تعالى. الأخ عباس من النجف. سلام عليكم يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاؤنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فما أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين. عيدها عباس هذه الآية. ثم لقطنا منه الوتين. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح
سبح باسم ربك عفي عباس العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله العلي العظيم. أحسنت يا عباس، موفق إن شاء الله لكل خير. نعم أحبتي المشاهدين، الآية الرابعة بهذا النص لهذا اليوم: فلا أقسم بما تبصرون. فلا أقسم، القاف حرف ساكن، وهذا الحرف من ضمن الحروف الخمسة التي إذا جاءت ساكنة لابد أن تقلقل، يعني يضطرب الحرف في المخرج. هذا الاضطراب احنا نشرحه بعد هذا الاتصال من أم محمد من البصرة. سلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا بالحاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم أحد عنه حاجزين. عيدوها محمد. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت، موفقين لكل خير. أبو محمد سلام عليكم. أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك ويحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. عيدها محمد. لا يأكله لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون. تبصرون، عيدها محمد. تبصرون، القلقلة مال باء القاف جيدة. لا تقطع هالقطع. توب صيرون. خلي يكون استمرار بالصوت. فلا أقسم بما تبصرون. جيد، أحسنت. وما لا
تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا أبو محمد، بركت بركت إن شاء الله، موفق لكل خير. اتصال آخر من مدينة البصرة، أبو علي. سلام عليكم يا أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أبو علي، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي أحسنت. العظيم. أحسنت يا أبو علي، موفق إن شاء الله لكل خير. نعم، اتصال آخر أيضا بعدنا في مدينة البصرة، الأخت ضحى من البصرة. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم يا ضحى موفقين إن شاء الله لكل خير وفي ميزان أعمالكم. عندنا بعد اتصال حيدر لو نباشر بالملاحظات. جيد احنا ناخذ ملاحظاتنا ان شاء الله مع اول اتصال من مسلم من كربلاء. مسلم قراءتك حلوة وراكزة بعض الملاحظات البسيطة ان شاء الله. مثلا فلا اقسم بما تبصرون. القلقلة في كلمة في حرف القاف يعني احنا استذكرت انه اثناء الاتصالات صار عندنا كلام بحرف القاف وقلنا القاف من الحروف الخمسة التي اذا جاءت ساكنة لابد ان يقلقل الحرف او يضطرب الحرف في مخرجه هكذا. يعني كيف يضطرب؟ انه لا نعطيه حركة ولكن كمثال حتى يتضح الأمر مثلا حرف الميم أو حرف النون أو حرف الشين نقول إش إش إم مثلا إن اللام. هذا نلاحظ أنه عندما ننطق هذين الحروف يعني في حالة السكون نستنتج أنه إحنا بالأداة اللي إحنا مو عندنا أداتين لنطق ذلك الحرف. مثلا الميم عندنا شفتين، الشين عندنا وسط اللسان مع سقف الفم. نجد أنه هذه الأدوات تنطبق يعني إم إش. نلاحظ أنه الشين يعني مطبق مع يعني وسط اللسان مطبق مع الحنك الأعلى في لفظ الشين عندما يكون ساكن وهكذا. فصفة الحرف الساكن العموم بشكل عام أنه نطبق ما بين أداتي النطق. تمام. الحرف الساكن الخمسة ذني ما راح يكون عندنا إطباق وإنما راح يكون عندنا شنو تباعد. فنقول ما نقول إب الباء ما تطلع ما راح يطلع اللفظ فنقول إب إب نباعد إب إب في حالة السكون في حالة السكون فنقول فلا أقسم أقسم بما تب تب تبصرون. هذني ما نقف عليها أقسم تبصرون لا ما نقف هكذا توقف لكن يستمر الصوت يقول فلا أقسم بما تبصرون تبصرون أقسم أقسم تبصرون. نلاحظ أنه الصوت مستمر مع نعطي حق من صفة القلقلة لحرف القلقلة. نأخذ آخر اتصال. عباس من المدائن سلام عليكم يا عباس. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل يا عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنا لنعلم أن منكم عيدها عباس عبرت آية عباس نعم عبرت آية فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحق اليقين وإن عفوا عباس على الكافرين عباس تسمعني أسمعك وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وراها وإنه لحق اليقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أحسنت صدق الله العلي العظيم أحسنت يا عباس موفق إن شاء الله لكل خير أحبتي المشاهدين نأتي إلى استمرار الملاحظات مع أول متصل مسلم مسلم قال تبصرون يعني ما انطلق القلب بشكل جيد وإنما سكت عليها ولا وهذا السكوت أو القطع في هذا في القلقلة غير صحيح لابد أن نستمر في الصوت بما تبصرون بما تبصرون هكذا وحرك الساكن وإنه لتذكرة 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 هكذا ما نقول لتذكرة نستطيع يعني أن نحافظ على السكون ولا نعطيه حركة بهذا المقدار المطلوب هو الأداء للحرف الساكن موفق إن شاء الله يا مسلم مريم أعطيناها ملاحظة يمكن وملاحظة عندنا تحريك الساكن لأخذنا من يعني كان عندهم تحريك للساكن لأخذنا لأخذ هذا غير صحيح لأخذنا هكذا لأخذنا عباس من النجف عباس جيد حلو أنت يعني من المستمرين وتحاول أن تجود وتؤدي بهذا الصوت الجميل إن شاء الله تقدم موجود عندك نطمح بعد أكثر يا عباس أنه نسمع منك بعد أحلى بهاي الحلاوة نسمع بعد أحلى إن شاء الله ثم لقطعنا أكو صار عندك اشتباه تصور أني طلبت منك تعيدها ثم لقطعنا هكذا تلفاظ أم محمد ملاحظة واحدة
لتذكرة هكذا تلفظ. حاولوا أن لا تحركوا الساكن حرف الذال. أبو محمد جيد ما شاء الله يا أبو محمد، مع ملاحظات إحنا ويا كنا أثناء الاتصال. أبو علي البصري حلو قراءتك، فقط أنه كلمة ولو تقول علينا بعض الأقاويل قاويل لا. هذا صار قلقل اللام وهو يعني ماكو فالداعي يعني لهذه القلقلة أو لهذا الاضطراب للام. أقاويل إل هكذا، أقاويل إل مو صحيح. فقط هاي لأبو علي جيد باقي القراءة. ضحى من البصرة أقسم هكذا، فلا أقسم فلا أقسم. الصوت لابد أن يكون مستمر شبيه بالملاحظات السابقة. وعباس جيد يا عباس، موفق إن شاء الله وأعطاك الله البصيرة. ولا طعام إلا من غسلين، غسلين هكذا تلفظ. السين ساكنة، السين ساكنة، فلابد أن نحافظ على سكونها ولا نحركها. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لهذا اليوم. نسأل الله أن نكون نافعين وقد انتفعتم بنا، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي، أرجوكم أن لا تنسون من الدعاء. عندنا مرضى، عندنا يعني ممن سألون الدعاء، وخصوصا يعني بعض المرضى المنظورين، أسألكم الدعاء لهم إن شاء الله. دعاء المؤمن المؤمن بظهر الغيب مستجاب إن شاء الله. وكل من سألنا الدعاء، اللهم شافه بشفائك وعافه بعافيتك ودوائك إن شاء الله يا رب العالمين. ونهدي ثوب قرانا وتلونا إلى أرواح شهدائنا، شهداء العقيدة ممن دافعوا عن المقدسات ورفعوا اسم هذا البلد، بلد علي والحسين وأئمة المعصومين، عاليا وإن شاء الله محفوظا من كل فتنة. ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكم جميعا، وإن شاء الله للمرضى والجرحى بنية الشفاء نهدي لهم أيضا ما قرأنا وما تلونا. وإن شاء الله إلى الأسبوع المقبل الساعة 8 من الأربعاء القادم. إلى ذلك الحين في أمان الله. يا أيها القرآن هاك تحية من عارف لهداك إذ يتأدب جوات أيامي فرتل صوتها حمدان وتسبيحان به أتقارب.